مرحبا بكم متابعي الراديو 36 في حلقة جديدة. معنا اليوم ضيف اللي ما بقيناش كنعتبروه ضيف لأننا ولفناه بكثرة ما داز معنا هنا بزلاته الطريفة. السي الغالط الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، مرحبا بك. شكرا السي 36 على الدعوة مرة أخرى. السي عبيابة، واش كتجي للتظاهرات في الكار ولا ما ناعسش ولا شنو؟ علاش سيدي شنو كاين؟ وكل مرة كتغلط في حاجة. مؤخرا بغيتي تجيب فاطمة المرنيسي لمعرض الكتاب وهي الله يرحمها كورونا، قلتي لها كورونيا. الموتى كتحييهم والأحياء خربقتي لهم السميات، شي نهار تنوض لنا شي حرب مع شي دولة. راه داك الشي صعيب، ملي كتطلع تما كتنسى كل شي. أنا راه معاك دابا وخايف ننسى سميتك نقول لك 35 ولا شي حاجة. أنا ماشي مشكلي لغلطتي معايا، غادي تخلص هنا قبل ما تمشي، ولكن الغريب أنك كتاخد معك الورقة وكتقرأ منها وكت غلط. دابا انا كنكتب بعض الاسئله والاجوبه، ولكن ملي كنمشي لديك التظاهره كنتفاجئ بحاجات اخرى. راه المشكل ماشي مني، راه منهم. هادشي غير عندك الورقه وحرجتينا مع موريتانيا، الناس حاضرين والرئيس ولد الغزواني كتقول ليه ولد العزوزي، كون ما جبتيش الورقه يمكن كنتي تقول ليه ولد القريه. بحال السي 36، راه العثماني عطاني جوج وزارات على غفله وتخلطوا ليا الوراق ديال الثقافه مع ديال الرياضه. راه الحمد لله ما هضرتش على الفلاحة. شكرا سي عبيابة. ومعنا اتصال من الرفيق ديالك سي محمد ساجد، بغى تدخل. تفضل سي ساجد. الو سي عبيابة. اهلا سي عمر ساجد. لوا عمر السيد ومحمد ساجد الشريف، حنا زعما مكبرين بيك، وصلناك هنا بديتي كتزبلها. غير اسمح لينا سي ساجد، راه عندي مشكل ديال النسيان وهاد المهمه اللي خديت كبيره عليا. ورد البال لسانك، راك شي نهار غادي تغرقنا. ما تخافش، راني قررت نبقى نحفظ داك الشيء عاد نجي، ودابا راه بزز باش حفظت هاد الشيء اللي كنقول. ها انت دابا جيتي غتنسيني بهاد لابيل. ايوا راك ما بغيتيش تفيق، رئيس موريتانيا غلطتي ليه في السميه، جاب الله لقيتيهم دراوش في الكره رابحه فرقه، وانت كتهنئ فرقه اخرى. في البلاغ اللي درتي على فيروس كورونا كتهضر على المواسم، اين مواسم الله اعلم. دابا انت سي ساجد معيط ليا باش تشوهني مع المغاربه، وانت راك شوهتينا مع العالم. والمهم راه من قبيله وانا تنعيط لي، خفتك تزبلها حتى هنا في الراديو. رد البال وبسلامة. شكرا سي ساجد على التنبيه. سي عبيابة، بما انك انت والعثماني وليتي كتضحك المغاربة اكثر من حسن الفد، اعطينا اخر الطرائف اللي وقعوا لك في هذه الموهبة ديالك في النسيان. اخر حاجة وقعت لي الصراحة نسيتها، ولكن نقول لك واحدة مراها. في معرض الكتاب بان لي واحد الكتاب سميتو كيف تتغلب على النسيان، اعجبني خضيته. اذا كتوعدنا ما تبقاش تنسى. وراه المشكل من اللي خرجت من المعرض نسيت الكتاب في القهوة.